بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. هللويا. نكمل موضوع ماذا تريد يعني يا رب ان افعل من حياه بطرس في موضوع كرنيليوس اعمال 10. وفي الغد دخلوا قيصريه. يبقى احنا سيبنا بطرس ضايف الثلاثه الرجاله دول وخدهم وسافر من يافا الى قيصريه عشان رايح للراجل اللي عمره ما شافه ده اللي اسمه كرنيليوس بناء على موضوع الملاية وعلى الملاك اللي راح لكرنيليوس. أما كرنيليوس فكان ينتظرهم وقد دعا أنسباءه وأصدقائه الأقربين. ولما دخل بطرس استقبله كرنيليوس وسجد واقفا واقعا على قدميه. فأقام بطرس قائلا: قم، أنا أيضا إنسان. ثم دخل وهو يتكلم معه وجد كثيرين مجتمعين. طبعا جايب بقى الاصحاب والمعارف والحبايب والقرايب، ما هو مش عارف ده مين اللي جاي له. فقال لهم: انتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي ان يلتصق باحد اجنبي او ياتي اليه. واما انا فقد اراني الله الا اقول عن انسان ما انه دنس او نجس. طبعا حاولوا تتخيلوا نفسية القديس بطرس، لأن هو عنده مشكلة داخلية، خايف يتكلم ويوعظ يقولوا له الرسل بعد كده انت عملت كده ليه. لغاية الوقت ده ما كانش حد تجاسر يتكلم مع الوثنيين. آخر حاجة عملوه حكاية السامرة، والسامرة دول أنصاف يهود، فيعني لكن النقلة للوثنية دي مش سهلة أبدا. فلما لقى الناس موجودة ومتعطشة تسمع كلمة ربنا قال هتكلم وخلاص، هعمل ايه؟ طيب مش معقول بعد المشوار ده كله اقول لهم بصراحة انتوا أمم وأنا يهودي، وإيه روحوا اقروا بقى ولا ذاكروا لوحدكم، معرفكوش. ما مش هينفع. لقوا متعطشين جدا. يجوز بطرس لغاية اللحظة دي ما كانش متحمس قوي يوعظ براحته، أو ما كانش عاوز يعمل اللي بيعمله عادي مع شعبه. إنما لما لقى حماس الناس ما قدرش يسكت. الناس متعطشة جدا وأشطر جدا من اليهود اللي هو واخد عليهم. ممكن الواحد في لحظة يقول طب كان لازم أسأل بقية الأطراف. طب هتسأل إزاي؟ ده الموضوع جالك في يافا والصوت بيقول لك روح على طول، ويافا عقبال ما تروح لأورشليم تستأذن من الرسل هناخد أسبوع. لكن أنا بحاول أنقل لكم الوسوسة اللي بتحصل جوانا ساعات لما ربنا يكون بيزق في حاجة وانت تقعد تحتار شوية، تقعد تقلبها. طب يكونش، طب كان لازم، طب المفروض. يمكن بطرس يقول طب على الأقل أنا هقول كلمتين واخد بعضي واجري، لا هاكل حاجة ولا هقعد على كرسي ولا إيه، عشان لو قالوا لي لمست حاجة هقول ما لمستش. يجوز هو كل ده شغله، لأنه متخيلين واحد أول مرة في حياته يدخل بيت أممي، وأكيد سلم عليهم فدخلنا في مشاكل. المهم لما دخل بطرس استقبله كرنيليوس وسجد واقعا على قدميه. لقى الترحاب مش عادي، ده كرنيليوس ده قائد 100، ده راجل برود بتلوى. لقاه بيسجد للأرض، هو مش فاهم، هو ما يعرفش بطرس ده مين. فقال له لا، أنا إنسان، أنا مش ربنا، أنا مش ملاك، أنا حتة إنسان برضو. إنما في ناس يا جماعة تبقى بعيدة عن الإيمان لكن استعدادها أحسن مننا كلنا. في ناس ربنا بيختارهم بيبقوا مستويين ومتواضعين وقلبهم حلو وعلى زقة، وفي ناس متعمدين وفي الكنايس ويعني مهما زقيت مفيش فايدة. فخليكوا دايما واعيين انه ما تقعدش تستعجل وتقول لا اصل ده كذا وده كذا وده كذا. ربنا بيشتغلش بالطريقة دي. الاحترام الفائق ده يفتح نفس اي حد على الكلام. يعني بطرس داخل لقى احترام عمره ما لقاه وسط اليهود. استعداد غريب وعجيب. اذا ربنا لما بيفتح الباب بيفتح شهية الخادم. فساعات احس القديس بطرس قال هي غلطة وهغطي عليها ونتفاهم مع الرسل ونحايلهم واخر مرة وخلاص وما تزعلوش، ونبقى نسكت كرنيليوس ونقول له ما تحكيش ما تسوقش سمعتي. ويطلع ربنا بيفكر لا، ده كرنيليوس ده اول اممي، ده انت عندك ملايين بعد كده داخلين.
إذن إحنا ساعات يبقى لنا حساباتنا وتحفظاتنا وقلقنا، وربنا بيكون بيفكر بطريقة مختلفة تمام. ثم دخل وهو يتكلم معه، يعني كرنيليوس واخد بطرس كده وداخلين، والبيت زحمة بقى وكل الناس جاية بقى عمالة تبص على بطرس، ده الأعجوبة اللي الملاك قال هاتوه. وجد كثيرين مجتمعين فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي. أنا بعتبر الكلمة دي يعني تجرحهم. تصور واحد أول ما يقعد يقول أنتوا عارفين أنا محرم عليا أتعامل مع اللي زيكم، إيه هو؟ يعني أنت داخل وهيجيبوا لك الشاي ويضيفوك أول كلمة تقولها أنا بصراحة عمري ما تعاملت مع الأشكال دي، إيه هو؟ كلام صعب. أما أنا شوفوا عشان يوريكم الصراع اللي كان جواه، قد أراني الله، يعني ربنا جايبني من وداني، جايبني بالعافية، أراني الله ألا أقول عن إنسان ما أنه دنس أو نجس. أنا ربنا بيزقني زق كده مش قادر أقول له لا، فأنا جاي وغصب عني لأن ربنا قال كده. الدرس الأول اللي لازم تتعلمه من القصة دي، اوعى تقول عن انسان انه دنس او نجس، اوعى تغلط الغلطة دي. يمكن اللي قصادك ده مجرم، سفاح، متطرف، ارهابي، انما انت تعرف بكرة هيبقى شكله ايه، تعرف ايه اللي وصله لكده. اوعى تبص البصة دي. ما كان يعتبر اليهود انهم كلاب أو نجاسة اللي هو الأمم سبقوا اليهود، إحنا أمم على فكرة سبقوا اليهود في معرفة الله، بقى كل العالم المسيحي أغلبه أممي، شوية اليهود اللي آمنوا قد كده معدودين. حتى في سفر الرؤيا رؤيا 7 يميز يقول لك من سبط كذا مش عارف 12,000، أما من الأمم بقى شعب لم أستطع أن أعده، من كل لسان ولغة وأمة، في الأمم ما تعدش. الدرس الثاني، قرب من الغريب ما تخافش، بدل انت شايل المسيح جواك قرب ما تخافش الناس اللي تخاف منك، انت ما تخافش من حد، انت شايل المسيح من اما بتروح، بدل شايل المسيح جواك بالروح القدس اوعى تخاف من حد، الناس غصب عنها هي اللي هتخاف منك. الدرس الثالث، اعترف في وقت انك غيرت موقفك، يعني اعترف زي ما انا بعترف كده ان الواحد ساعات يبقى له توجه ويتغير 180 درجة، ساعات يقول انا هعمل واسوي وربنا يقول لك سيبك من ده كله تعال اشتغل معي في الحتة دي. اعترف انك غيرت موقفك، لانه احيانا الواحد يخجل من انه يعترف. لا، هنا اعترف يعني اقصد خليك جريء وقول فعلا انا كنت ماشي يمين ربنا حودني شمال، طب وماله وماله إذا كانت دي إرادة ربنا، ده دي خبرة جميلة خلي الناس تسمعها. فبيقول لذلك جئت من دون مناقضة، ده بطرس بيحكي لهم، إذا استدعيتموني، يعني أنتوا استدعيتموني فأنا جيت، فأستخبركم لأي سبب استدعيتموني. برضو حكمة من القديس بطرس، عاوز يعرف إزاي وصل لكده، ممكن أعرف استدعيتوني ليه؟ طب ما هم قالوا لك 3 عساكر امبارح ان كرنيليوس الرئيس بتاعنا ظهر له ملاك وقال له استدعي سمعان بطرس. قال لا معلش عاوز افهم القصه من اول. فقال كرنيليوس: منذ 4 ايام الى هذه الساعه كنت صائما، وفي الساعه 9 كنت اصلي في بيتي، واذا رجل قد وقف امامي بلباس لامع. هم ما يعرفوش ملائكه، في انجيل لوقا دايما يسميه راجل لابس ابيض، لان لوقا كان بيكلم امم لما كتب انجيله، اليهود يعرفوا يعني ايه ملاك، فتلاقوا متى يقول ملايكة على طول ومرقس يقول ملايكة، انما في الكتب بتاعت الامم هو عمره ما فاهم يعني ايه ملاك، فيقول لك راجل لابس ابيض بيبرق الوصف بتاع الملاك. برضو دي رسالة جميلة، ما تستعجلش انت تتكلم، اسمع الاول ماذا تريد يا رب ان افعل، احد الردود الالهية اسمع كويس قبل ما تنطق، دي رسالة دايما من ربنا، اسمع المشكلة كويس قبل ما تحل، اسمع الشكوى، اسمع الاحتياج، اسمع الصراخ، ادي ودنك للناس قبل ما تدي لسانك للناس.
لأنه وهو بيسمع، أنا متصور وده بيحصل معانا كآباء اعتراف على فكرة، إن اللي احنا نعتبره بعيد عن ربنا نفاجأ إن جواه حاجات مش فيا أنا كاهل، حاجات حلوة. يعني لسه كان عندي واحد بيعترف، أول مرة يعترف في حياته، أول مرة، وحياته كان فيها لخبطة. إنما هو بيعترف، أنا تخيلت موسى الأسود وهو بيعترف، كمية الدموع اللي طلعت منه والصدق والحساسية اللي بيتكلم بيها، قلت ده أنا عمري ما تبت. يا بختك، يا فرحة ربنا بيك في اللحظة دي. أول مرة اعترف، بس بالنسبة لي بألف معترف، لأنه مدرسة لي هنا. فهو بطرس بيسمع، بيلاقي كرنيليوس الأممي صايم لتلات وبيصلي طول اليوم وعمال يقول له رب عرفني نفسك. طب مين فينا بيعمل كذا؟ بطرس بيعمل دوره للآخر، ربنا قال له روح، راح كلم كلم، اسمع اسمع، يبقى أنت اعمل دورك للآخر. وقال يا كرنيليوس سمعت صلاتك، ده الملاك بيقول كده الكرنيليوس، وذكرت صدقاتك أمام الله، فارسل إلى يافا واستدعي سمعان الملقب بطرس، إنه نازل في بيت سمعان رجل دباغ عند البحر، فهو متى جاء يكلمك، فأرسلت إليك حالا وأنت فعلت حسنا إذ جئت، والآن نحن جميعا حاضرون أمام الله لنسمع جميع ما أمرك به الله. راجل ستريت جميل، أنا الملاك جه قال لي بعت لك فورا، لميت الناس كلها، احنا قاعدين من الصبح مستنيينك، ربنا هيقول ايه على لسانك. في ناس عندها استعداد مذهل، لما بيقعدوا في الكنيسة زيكم مش بيسمعوا بونا، لا ده بيبقى قاعد الكلمة اللي هتطلع دي من ربنا، فهياخدها زي السيف على رقبته. في واحد يبقى جاي قاعد في الاعتراف او واقف في الاعتراف، دي كلمة من ربنا، لو قال له ايه مفيش فصال ولا جدال، حاضر. هم دول اللي بياخدوا سكة جري، دول اللي بيعرفوا ربنا صح. هنا بيقول له لنسمع جميع ما امرك به الله. احيانا الرسالة تتأخر لسنين، واحد يسأل ويقول مش كرنيليوس ده كان حد كلمه من 10 سنين، طيب ده باين عليه راجل كويس. لا، كل حاجة ليها وقتها، ما تتحصرش على الوقت اللي راح، ما تقولش الرسالة اتأخرت، كان فين لقاء بطرس وكرنيليوس من زمان، طب مش كنا ابتدينا من اول يوم بعد يوم 50 على طول. مالكش دعوة بالحسابات، ربنا عارف امتى الوقت المناسب، كل حاجة مظبوطة. تلاحظوا كمان في حاجة مهمة في خطة ربنا، في حنانيا لبولس وفي بطرس لكرنيليوس. يعني ايه؟ يعني ربنا بيحط في سكة كل واحد واحد، مع ان ربنا يقدر يخلص بنفسه اي موضوع. يعني ربنا بدل بيكلم شخص يقدر بقى يعرفه كل حاجة منه فيه كده، لا، ربنا بيستخدم البشر للبشر. ممكن واحد يقترح يقول له طب بس يا رب لو سبتني انا انظم لك شغلك، انا رأيي ان تجيب بطرس تعرفه بولس من الاول وهو اللي ايه يعمد بولس. لا، مش انسب واحد، حنانيا في دمشق هو اللي يستلم بولس ويتلمذه. طب كرنيليوس، انا رأيي نجيب بولس ينفع مع كرنيليوس. لا، بطرس اللي ينفع مع كرنيليوس. يبقى ربنا حتى في توزيع المهام والمسؤوليات له اختيارات غيرنا. تأكد ان الشخص اللي جه في حياتك هو انسب شخص ليك كخادم او كمخدوم. يعني ايه؟ ان كنت انت خادم وقع في ايدك شخص بتشجعه على ربنا، يبقى ربنا اختارك ليه واختاره ليك. لو انت مخدوم وقع في ايدك قصادك واحد بيشجعك على ربنا، يبقى هو بعت لك انسب شخص ليك انت. لكن ما تقعدش تفكر بطريقتك الحر. ما امرك به الله، لو عشنا بالطريقه دي ان احنا بنتلس، يعني بننتظر سماع صوت ربنا على صوت اللي حوالينا او المرشدين بالذات، هنتقدم روحيا بسرعه. ففتح بطرس فاه، طبعا بطرس اتفتحت نفسه كمان، ليه؟ ايه الناس دي كلها؟ ايه الاستعداد الرائع ده؟ صلاه وصوم وخشوع واحترام وادب واجتماع منظم وناس جاهزه، يعني ده فاضل ايه طيب؟
فاضل إيدي أرض بكر فعل. وقال بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه. هو ده التغيير اللي حصل جوه بطرس. بطرس كشخص يهودي الوشوش تفرق معاه قوي. ليه؟ ده رئيس كهنة، لبسه ومنظره خليك تقف احترام. ده حتة أممي، واخدين بالكم؟ يعني الشتيمة في حلال، هما تفكيرهم كده. فقال بصراحة يا جماعة أنا اتعلمت درس الأسبوع ده عمري ما اتعلمته، ده قديس اللي بيتكلم. الله لا يقبل الوجوه. يعني إيه؟ يعني الوشوش ما بتفرقش معاه خالص. وده أحد شعارات الكرازة. ليه؟ لأن في ناس عندها نوع من الصدة كده النفسية مع الأفريكانز أو مع بتوع شرق آسيا أو لا، ما ينفعش. ربنا مش بيبص كده. الوش ما بيفرقش خالص. الوش ده معناه لا السن ولا الجمال ولا البشرة، اللون ولا الكالتشر، الثقافة ولا الدين. لا، ربنا باصص على حاجة جوه، حاجة جوه محدش عارف. يطلع كرنيليوس ده قلبه يوزن كتير قوي. بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. بس دي بقى في الكرازة ليها تفسير مهم. ده مش معناه لو واحد كويس ما يعرفش المسيح يوصل السماء. لا، المسيح قال لا، مفيش طريق غيره هو. لكن مقبول عنده يعني مش هيسيبه يروح. في أتقياء في كل حتة في الدنيا بيدوروا على الحقيقة، مستنين واحد منكم يشاور لهم على الحقيقة. ودول أول ما بيلاقوا المسيح بيمسكوا فيه بإيديهم وسنانهم أكتر مننا، لأن هم من جواهم استعدادهم كويس. في قاعدة مهمة هنا. ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ اتغير عشان تغير اللي حواليك. ده شعار برضو مهم. عاوزني أعمل إيه يا رب؟ اتغير. اتغير في نظرتك للناس، اتغير في موقفك من الحياة، اتغير في حسابك لأولوياتك، اتغير في هدفك، رسالتك في الدنيا. اتغير، لأنك لما تتغير هتغير كل اللي حواليك. بطرس ما كانش يقدر يغير كرنيليوس والناس دول لو هو جواه قصة الملاية والحيوانات دي ما كانتش غيرت فيه. لكن فوجئنا بطرس بيبتسم في وش الأمم وبيوعظ من قلبه، ونسي نفسه ونسي انه قاعد في بيت أممي، وتخطى الحاجز النفسي اللي بقاله 40-50 سنة عايش فيه بتاع انتوا أمم واحنا يهود. برضو ما تنسوش ان قيصرية دي ما كانتش في الخطة خالص. هو كان في يافا واكيد كان عنده جدول للشهر او براء اورجانيزر يعني مرتب وقته، لكن هو ربنا ماشي بطريقة تانية. ابتدى يوعظ القديس بطرس يقول الكلمة التي ارسلها الى بني اسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح، هذا هو رب الكل. انتم تعلمون الامر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا، يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي قال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه. أنا مش هدخل في تفاصيل العظة الكرازية الجميلة بتاعت القديس بطرس، إنما كمبدأ مهم بس. ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ اتكلم عني. أي خادم فيكم أول رسالة لما يفتح بقه لازم يتكلم عن ربنا. ساعات بننسى نفسنا كخدام، نتكلم في السياسة ونتكلم في الاقتصاد ونتكلم في حل المشاكل، وحتى لما نيجي نحل مشاكل المخدومين آخر واحد نجيبه في دماغنا ربنا. طب وفي حاجة تحل من غيره؟ ده ساعات توصل لما خادم يقول طب يا جماعة نصلي، يقولوا له هو طول النهار صلاة صلاة، ما تخلينا عمليين شوية. الصلاة ما بقتش حاجة عملية. شوفوا توصل لإيه العقلانية الجافة دي. لا، هو بطرس داخل ما عندوش غير حاجة واحدة، هكلمكم عن المسيح. أنا حياتي كده، أنا ما وريش غير كده، أنا شغلتي كده، أنا سبت خدمة الموائد عشان أكلمكم عن المسيح. ابتدى يتكلم عن المسيح، كلمة الله، الرب، الإله الحقيقي. وبعدين ابتدي بالمعلومات المعروفة عند اللي قصادك. هم يسمعوا، هم في قيصرية مش بعيد قوي عن بلاد اليهود، فيعني عارفين قصة يسوع الناصري اللي الرومان مسكوه موتوه واليهود كانوا بيغيروا منه. فقال لهم اللي انتوا سمعتوا عنه ده انا جاي اكلمكم عنه، هو ده ربنا المتجسد.
ونحن شهود بكل ما فعل في كورت اليهودية وفي أورشليم الذي أيضا قتلوا معلقين إياه على خشبة. هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل للشهود سبق الله فانتخبهم لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات، وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات، له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن بي ينال باسمي وفران الخطايا. يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ اتكلم ما تخافش. في ناس كتيرة منكم لسه خايفة تتكلم عن ربنا، اتكلم. هتفضل شايف اخواتك ما يعرفوش ربنا وتسكت لغاية ما يمشوا، طب وبعدين؟ هتفضل شايف ناس غاليين عليك بيضيعوا، وقال ايه الاحسن يزعلوا ما يزعلوا ولا يتفلقوا، مش احسن ما يروحوا النار؟ تكلم ولا تخف. ليه تخاف؟ هيعملوا فيك ايه؟ طبعا انا مش بتكلم عن اندفاع، لا، انا بتكلم في الدوائر اللي ممكن نتكلم فيها كتير ومش بنتكلم، لان الوصية بتقول لك اكرزوا، دي وصية، كونوا لي شهودا، دي وصية، انت ليه مطنشها؟ ده القديس بولس بقى اللي قطع فيها شوط بيقول ويل لي ان كنت لا ابشر. الضرورة موضوع عليا، يعني انا حاسس اني مش قادر ما اتكلمش، انا ضروري اتكلم حتى لو استجمت مش قادر اسكت. طب ده احنا مش قادرين نتكلم. كمان افتكر دايما الدينونة، ماذا تريد يا رب ان افعل؟ حط النهاية قصاد عينك. ساعات اقول لكم يحصل معايا ايه، ساعات ابقى قدامي ناس كده ومتحرك من الكلام معاهم، وبعدين يجي في بالي فكرة، طب لما نمشي كلنا لو شفتهم بعد العمر هيبقى لي عين او احط عيني في عينيهم لو ما كنتش كلمتهم عن ربنا وهلكوا؟ مش واحد فيهم هيستلمني يقول لي بقى تسيبني اروح جهنم؟ هيبقى عندي حجة اقول له ما انا خفت ما يعجبكش كلامي؟ هي دي حجة دي؟ جهنم ولا ما يعجبنيش كلامه ولا ايه الكلام الفاضي ده؟ لو افتكرت الدينونة، لو افتكرت المصير، هتحس بخطورة اللحظة وخطورة التعامل مع الناس. احنا عمالين نضيع في وقت وفي ناس. بينما بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة، فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان كل من جاء مع بطرس، لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم. فاكرين الجماعة اللي طلعوا معاه من يافا وقلنا دول رايحين يحرسوه وخايفين عليه؟ أتاري ربنا سايبهم شهود على هذا اليوم التاريخي، إن في بيت كرنيليوس البيت الأممي قائد المئة حل الروح القدس على المجتمعين كما حل يوم الخمسين، عشان يقول ده ميلاد الأمم، فده يوم مهم قوي عشان الكنيسة تتشجع وتعمد أمم بعد كده ما تخافش. لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. حينئذ أجاب بطرس أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء؟ طب هو كان حد قالك مش هيتعمدوا؟ هو كان رايح بنية مش هيعمد. خلي بالكم احنا بقول لكم بطرس النقلة ما جاتش مرة واحدة، هو رايح بس مش ناوي يعمد، لا يعمد دي تثبت عليه التهمة بقى، وان شوية وعظ وبتاع وخلاص. لكن لما لقى الروح القدس عمال يزقه زق وبيحل عليهم من قبل ما يعمد، ودي حادثة اكسبشنال، يعني ايه؟ استثنائية. ليه؟ عشان هو مش عاوز يعمد. فقال اذا كان ربنا مصر يدخل قلب الناس دول انا هعطله، خلاص هاتوا المية يلا. وأمر أن يعتمدوا باسم الرب، حينئذ سألوه أن يمكث أياما. أرجع تاني وأقول ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ لا تكن معاندا، ما تعنتش، في أصوات واضحة بتقول لك اخدم، بتقول لك ركز، بتقول لك صلي، بتقول لك سامح، في أصوات واضحة قوي جواك وبراك، ما تقعدش تعند بقى، تعملش زي بطرس اللي فضل يتلكأ لكن في الآخر طبعا مش سهم. اسمع لصوت من حولك وتأثرهم، شوف الناس دي قد ايه بتسبقك وبتحب ربنا طب ما تشوف بقى، يعني هتعطل ربنا ولا ايه؟ انت بتشتغل معاه ولا بتعطله؟ لا تخف من القرار المحمول على صلاة وغرض سليم. يعني ايه؟ انت غرضك ايه يا بطرس؟ قال غرضي ارضي ربنا،
طيب صليت صليت جاي تعمل ايه؟ ابشر. خلاص ما تخافش، هعمدهم من غير ما اسال. عمد، دول امم وثنيين، ما تخافش. هيزعلوا اخواتي الرسل، معلش ما تخافش. حصل فعلا اللي ايه اللي كان متوقع. احنا خلصنا خلاص انه لما رجع القديس بطرس لاخواته فوجئ انه في زعل، وقالوا ازاي بطرس يعمد؟ فبطرس قال لهم اسمعوا الحكايه من الاول واحكموا انتم. وقف قدام اخواته التلاميذ والسبعين رسول كمتهم، قال لهم شوف انا كنت بصلي، وحكى الحكايه من اولها بقى، ونزلت الملايه وثلاث مرات، وانا عمال اقول لا عمال اقول لا، والصوت يقول لي انزل، وبعدين روح معاه، ورحت وعمال اقول لا، لقيتهم ناس كويسين ومستعدين، وانا بوعظ نزل الروح القدس. الكلام ده في الاصحاح اللي بعده، عمال بقى يدافع عن نفسه. ونزلت وظهرت المعجزات بتاعه الالسنه زينا زيهم، تفتكروا كان ممكن امنع ربنا؟ هم بقى لان الرسل كمان بتوع صلاه قبلوا هذا التغيير. يعني ايه؟ هم كمان قبلوا ان دي مشيئة ربنا، انه يغير مسار التاريخ ومسار الكنيسة عشان تبقى كنيسة للعالم مش لليهود. لغاية اعمال 10 كانت الكنيسة معتبرة طائفة يهودية، جماعة الطريق دول شيعة يهودية، ده كان منظرهم عند الناس، ناس متطرفين يهوديا. لكن من بعد اليوم ده اتعرف انه دي حياة للعالم كله، الكنيسة بتاعت الناس كلها، دي مسيحية للعالم مش لليهود. وطبعا جه بولس بقى ايه جري في الخط ده وجاب الامم كله. عاوز اراجع كل اللي اتقال من امبارح للنهارده في دقايق. يا رب ماذا تريد ان افعل؟ اولا صلوة عاوزين نتعلمها، صلوة كده بتاخد نص دقيقة بس مطلوب نتعلمها، ويا ريت نطلع بفكرة كل يوم الصبح تقولها على الاقل مرة. صعبة؟ مش صعبة. كل يوم بعد ما تصلي باكر او انت مفتح عينيك، يا رب ماذا تريد ان افعل؟ وابتدي كررها في كل موقف، موقف يضايق او موقف حلو او في اختيار او في قرار، قول في سرك يا رب ماذا تريد ان افعل. مجرد انك تتعود تنادي كده وتقول كده، ثلاث ارباع قراراتك هتمشي صح بعد كده. ليه بقول ثلاث ارباع مش بقول كله؟ لانه لسه محتاج مزيد من القرب من ربنا. وانت بتقرا الانجيل دايما شوف ربنا ازاي بيسوق رجالته، بيسوق ناسه، عشان تفهم ربنا. زي ما شفنا بطرس وبولس امبارح، ناس غرقانه في الانجيل وفي الصلاه وملهاش غرض غير ربنا، دول اسهل ناس يمشوا حسب اراده الله. افتكر دايما ان في اصوات تانية معطلة، صوت الناس، صوت الكرامة، صوت الجسد، صوت الفلوس، صوت الموضة، الحاجات دي معطلاك، صوت القلق. كمان اتعلمنا انه الارشاد مهم، في حنانيا لبولس، في بطرس لكرنيليوس، في كنيسة يرجع اليها عشان ما تمشيش بدماغك. بطرس اللي الرسول اللي بيسمع صوت المسيح بودانه رجع عمل ريبورت للرسل، والرسل باركوله في القرار اللي خده. بولس نفس الكلام. فاحذر انك قولت ماذا تريد يا رب ان افعل تمشي بدماغك وما يبقى لكش كبير، لا مش ده المقصود خالص، هترجع برضو للكنيسة. برضو رسالة اخرى اقولها، كل ما كنت متواضع عارف انك اخر الكل، كل ما ربنا وشوشك وسمعت صوته، يعني صوته يبان اوضح كل ما كنت انت متواضع اكتر. شايف نفسك احسن من الكل مش هتسمع، هتسمع صوت عقلك، ويفضل ربنا ينخر ويقشط ويشيل في الحتة بتاعت الكرامة والذات دي عشان في الاخر تعمل اللي هو عاوزه مش اللي انت عاوزه. الموضوع مهم لانه بيغير في حياتنا كتير، نتمنى ان احنا ناخده جد. احنا قلنا تدريب في القداس الصبح، اللي منكم حضر القداس، يعني تكريما للقديس بطرس والقديس بولس، نقرا بطرس الاولى الاسبوع ده
ونقرأ تسالونيك الأولى، بطرس الأولى وتسالونيك الأولى، عشان نراجع كده يعني حياة الاثنين القديسين دول، بطرس وبولس، والشاطر يصلي 10 مزامير كل يوم.